محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث. نعم. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وطبق شعبة يديه 3 مرار وكسر الإبهام في 3. قال عقبة وأحسبه قال الشهر 30 وطبق كفيه 3 مرار. نعم. إليه طبعا الشيخ من مجموع هذه الروايات يعني الظاهر حصل الشهر في 29 مع لولا الحصر فيه بل قد يكون يعني 30 يأتي على التمام، والجواب أن المعنى أن الشهر يكون 29 أو اللام للعهد، ومنه شهر بعينه ومنه أنه محمول على الأغلب، على الأغلب إن في الغالب يكون 29 يعني، إنما لا يلزم منه أن لا يأتي 30. اقرأ المولى بمجموع الروايات. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر. طبعا المشايخ محمد بن جعفر غندر من الثقات الكبار، وإن كان له يعني بعض الأوهام القليلة، وهو من المقدمين في شعبة، وغندر معناه المشاغب بخلاف غندار محمد بن بشار فمعناها الحافظ، يعني ممكن مثلا بعض الناس الطلاب ممكن يشاغب على شيخه بيكون بمعنى الأسئلة والسؤالات، لدرجة كان عندنا طلاب الحديث وطلاب العلم يفطنون إلى شيخهم، وكان مما ذكر في هذا ذكره أعني العلامة أعني القاضي عياض في كتابه الإلماع الكتاب المتقن، قال كان الأعمش يقول كنا نتفطن إلى شيخنا أعني إبراهيم النخعي، فكان إذا وضع الإصبع على فمه على أنفه لا يتكلم أحد، دليل أنه خلاص ما يسأله أحد بعد هذا، خلاص كده إشارة منه للطلاب، الطلاب فهموا هذا عنه، طالما وضع يده وكذا على أنفه خلاص لا يسأل لا سؤال. فمراعاة منهج الشيخ ومتى يغضب هذا يدل على وأننا نكسر على الشيخ، إلا إذا كان الشيخ يعني يهش لهذا لا يمل، في بعض الناس عنده سريع الملل، لو أن الطالب أكثر عليه قد يخرج من المجلس أو أنه يتضايق أو أنه لا يأتي، كما كان الأعمش سليمان بن مهران كان عسرا لدرجة أنه كان إذا حدث الطلاب ببعض المرويات حديثين فقط، يقول جاءكم السيل، سيل يعني هذا كثير، وقال لا أحدثكم لشهر، خلاص لا يأتيني أحد بعدها، خلاص الرجل أتى من رحلة بعيدة، الرجل ما يأس كان يذهب إلى المسجد ويجلس على قبالة باب شعبة باب الأعمش، يا ربي أنا أتيت من هذه الرحلة ورحلة طويلة وقطع طريق، وإذا بالجارية تعرف أن هذا الرجل قالت له من أي البلاد؟ قال لها من القيروان، قالت له أتعرف فلان فلان؟ قال أنا هو، كانت هذه الجارية عنده وهي صغيرة، الجارية هذه بيعت انتقلت من القيروان أتت إلى إيه؟ إلى العراق، فإذا بها تشفع له عند شيخي عند الأعمش، وقالت له يا سيدي إن سيدي الذي أخبرتك عنه بلاد القيروان أتى ليستأذن، فكانت هذه الجارية سببا لسماع أبي محمد القيروان من الأعمش، لولا هذا ما سمع ورد خائبا إلى بلده، فسبحان الله السماع رزق حقيقة، فعلى حسب السهولة والعسر من المحدث، فكان غندر من الثقات على بعض الأوهام القليلة ومن المقدمين في شعبة. اقرأ يا مولانا. عن شعبة حاء. حاء يعني تحويل يا مشايخ، والمحدثون يتفننون في صيغ أو في التحويل لا ضابط لهم، مرة يذكر الاسمين ومرة يأتي بالإقران، يعني شيء عجيب جدا، لو أن باحثا أخذ هذه الجزئية صنعت رسالة ماجستير تكون جيدة جدا، ظاهرة التحويل في الأسانيد، لأن عجيبة وبديعة جدا خاصة مع الإمام مسلم، لو أخذه في الكتب الستة ظاهرة التحويل في الأسانيد تكون رسالة جيدة جدا وبها من الفوائد والنفائس خاصة لو في إطار تطبيقي. اقرأ يا مولانا. أيهما أفضل، نقرأ حاء ولا نقرأ تحويل؟
لا حاء كما حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس طبعا قال ابن المثنى يعني اللفظ لابن المثنى اقرأ يا مولانا قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يعني ده باعتبار الغالب للمشايخ وإن كان فيه من يقرأ واضح ده باعتبار الغالب اقرأ هناك الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30 نعم يا سيدي وحدث قال وحدثنيه محمد بن حاتم طبعا محمد بن حاتم من الشيوخ الكبار الإمام مسلم من الثقات اقرأ مولانا قال حدثنا ابن مهدي عن مهدي مولانا طبعا عبد الرحمن بن مهدي من الأمراء ومن المتقنين ومن الوجاهة والنجابة والإتقان ومن أتقن الناس في سفيان الثوري متوفى سنة 98 و100 هو وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في عام واحد هو ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة في عام واحد 98 بعد 100 وبينهما أشهر سبحان الله يعني ده يعني شيء عجيب يعني اقرأ مولانا عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وسفيان طبعا إذا أطلق ابن مهدي يبقى الثوري على الإطلاق اقرأ مولانا ولم يذكر للشهر الثاني 30 نعم وبه إليه قال حدثنا أبو كامل الجحدري طبعا أبو كامل الجحدري من شيخ اسمه فضيل بن حسين فضيل بن حسين بن طلحة تمام يا مشايخ لو أن أحدكم قرأ أعني أبا كامل في الإمام أحمد هل هو؟ لو أنا بقرأ الإمام أحمد أيضا عنده أبو كامل وهنا أبو كامل في مسلم هل هما واحد؟ هل هو الذي يروي عنه أحمد؟ هو الذي يروي عنه الإمام مسلم؟ الجواب لا يا مشايخ هنا فضيل بن حسين بن طلحة متوفى سنة 70 و60 و200 ده من شيوخ الإمام إيه؟ مسلم أما أبو كامل مظفر ابن مدرك ده شيخ الإمام أحمد متوفى سنة 207 يعني مسلم كان عنده كم سنة لما توفي هذا الرجل كان عنده سنة أو ثلاث سنوات مسلم مولود على الراجح 204 وقيل 205 وقيل 206 فالرجل لما يكون متوفى 207 مسلم يدركه يا مولانا مسلم يدركه استحالة واضح يا مشايخ اقرأ يا مولانا قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة ليلة النصف فقال له ما يدريك أن الليلة النصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه نعم وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى طبعا يا مشايخ بالإطلاق خلاص قلنا النسابوري اقرأ مولانا قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ابن شهاب مشايخ الزهري الإمام الزهري متوفى سنة 24 و100 وعليه مدار السنة الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رضي الله تعالى عنه اقرأ مولانا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد
وبه إليه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ. معاذ بن معاذ العنبري. اقرأ يا مولاي. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد. طبعا المشايخ تلحظون أن غالب الأسناد يا إما رباعي أو خماسي. مسلم لا توجد عنده ثلاثيات. سبحان الله، الإمام البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، لدرجة أن الإمام مسلم في بعض الأحيان يصل إلى يزيد بن أبي عبيد شيخ البخاري بثلاثة، والبخاري يصل إليه بالمكي بن إبراهيم. ده يعني يعتبر رزق للبخاري. وطبعا في عوالي الإمام، أعني عوالي أخرى بانتقاء الإمام ابن حجر 40 حديثا، حوالي الإمام مسلم. إنما الغالب إن في الأسانيد إن البخاري يعني شيخ واحد ويدرك التابعين، أعني المكي بن إبراهيم شيخ واحد. تخيلوا الإمام البخاري متوفى 256، شيخ ويدرك تابعين. المكي بن إبراهيم يزيد بن أبي عبيد عن من يا مولانا؟ عن سلمة بن الأكوع. شيخ واحد ويدرك التابعين. يعني يقول البخاري في حوالي 12 حديثا ثلاثيا بهذا الاسناد في البخاري، المكي بن ابراهيم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع الصحابي. ثلاثيات الامام البخاري. هذه من العوالي، واللي يعني المحدثون يفرحون بالعوالي، لدرجه ان الامام مسلم قد من اجل العوالي يروي عن بعض من تكلم فيه لما سئل وقال له هذا محمد بن مسلم بن وهب وابو زرع الرازي، لماذا يا مولانا اسباط بن نصر وقاتل بن نسير وابن عيسى المصري؟ قال يا سيدي والله اعرف ان هؤلاء يعني فيهم كلام، والحديث معروف من حديث الثقات، اصل الحديث يعني بالمتابع. صنع ذلك الامام مسلم رغبه في العلوم. واضح؟ اقرا يا مولانا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ابو زناد من؟ ابو زناد مشايخ تبويب، اعني تبويب بخلاف الكتب. الكتب من صنيع الامام مسلم، يعني كتاب الصيام كتاب كذا كذا، اما التبويب الداخلي تشارك فيه ثلاثه، الامام المازري والقاضي عياض والامام النووي. هذا التبويب، يعني التبويب الداخلي اللي هو باب مثلا ايه، لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين. وحسنا فعلت دار التأصيل انها صنعته في الهامش، لم تقحمه في الصلب. للأسف الطبعة الموجودة يعني طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أقحم هذا في الصلب، كان إما أن يضعه بين معكوفين وينبه أو يضعه في الهامش، لأنه هذا ليس من صناعة الإمام مسلم. واضح؟ ودي من منهجية التحقيق كما شاء. لو هتضيف شيء نبه وتصنعه بين معكوفين كما يصنع يعني غالب المحققين من المشاهير يعني. أما التبويب هذا فشارك فيه أعني المالكية مع الشافعية، لأن المزاري من المالكية، والقاضي عياض من شيوخ المالكية، والإمام النووي طبعا من الشافعية الكبار رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومهم جميعا. عندنا الإمام المزاري والقاضي عياض والإمام النووي رحمات الله وسعيه عليهم جميعا. اقرأ مولاي. قل طبعا مشايخ النسخ بخط ابي اسحاق الصريفيني وغيره لا توجد فيها تبويبات، ده دليل ان النسخ العتيقه من مسلم لا توجد فيها تبويبات، فيها كتب كتاب الايمان كتاب كذا كتاب البر وصله فقط، لا توجد تبويبات داخليه، تبويبات من صنيع المازني وعياض والنووي رحمات الله وسعيه عليهم جميعا. كل يا مسلم. في التخريج التفصيلي مثلا رواه الإمام مسلم، هل نذكر الباقي لهذا السبب ولا الأفضل الحكافي بالكتاب؟ التفصيلي من أجل الشهرة، أن طبعة فؤاد عبد الباقي شهرت وطارت كل مطار، فاصنع عليها يعني لا تخالف الجادة. الجادة المشهور أننا خلاص نحيل إلى التبويبات وكأنها من صنيع مسلم وهي ليست من صنيع، ف
فتقول مثلا كتاب كذا الصوم باب لا تقدم الشهرة بصوم يومين او من على الشهرة يعني. اما انت تعرف ان هذه التبويبات ليست من صنيع الامام مسلم رضي الله تعالى عنه. اقرا هنا. قال وبه اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب محمد بن العلاء بن كريب هذا من الشيوخ المشاهير للامام مسلم وهو من الثقات. اقرا هنا. قال ابو بكر قال ابو بكر رجل يعني مطبوع سبحان الله يعني يحفظ حاجة غير عادية ده من عند الله. هل أنا رأيت أناس هكذا؟ رأينا أناس طبعوا على الحفظ الحمد لله في هذا العصر. يا سيدنا ده في الكمبيوتر واللي ده احنا نحفظ أي شيء. يا ابنائي أنتم يعني أما أن نعتمد عليها كليا ولا نحفظ ولا أي شيء ولا ندقق العلم ولا نعتني بالكتب ولا أي شيء هذا شيء يعني قصور من طلاب العلم. بالعكس انا اقول التقنيه حجه علينا لتسهيلها لموضوع الكتب. الان لو في كتاب طبع في ايران ممكن في اقل من دقائق اطبعه. بيننا وبين ايران بعد الشق والشقة. لو كتاب في الاصول او في كتاب في المنطق او في الان لعنايتهم بهذا الباب يعني الايراني ايران الشيعه عموما يعتنون بعلوم المنطق والعلوم الجدليه وعلوم الفلسفه. فلو قديما لا تستطيع. الان ممكن على اي موقع تنزل بي دي اف تطبعه ويكون بين يديك كالعسل المصفى. ما عليك الا ان تقرا. اما سبحان الله وجدت عجبا من خلال خبرتي رغم توفر في كسل من طلاب العلم. يعني توفر الكتاب بطريقه لم اتخيلها انا. يعني الخفزه النوعيه في توفر الكتاب ان ممكن مثلا الشامله بها 1000 جيجا كتب يعني بها اكثر من 40 او 50 الف عنوان لا اقول مجلدات ممكن كتاب تجد فيه 40 مجلدا يعني 40 الف عنوان بين يديك كما هي بطبعاتها. وسبحان الله تجد بعد كل هذا الطلاب يكسلون في القراءه وتجد ضعف غير عادي جدا في القراءه وكأن الامر اتى عكسيا. يعني سبحان الله المفترض القراءة تكسر والعناية بالعلم تكسر والعناية بالأسانيد وفي كل تخصص يعني وجدنا العكس. لماذا؟ لأن النفس البشرية تلجأ في الغالب إلى السهولة. النفس البشرية على حسب ما تعودها. إن تعودت على الكسل خلاص اعتادت. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. ولكل امرئ من دهره ما تعوده. انت تعودت على تتابع يعني قليلا تقرا قليلا لا تقرا الكتب بتمامها خلاص تظل عاده لك تاتي بعد ذلك تقرا يكون صعب جدا. من اجل العادات المشايخ بعض طلابي من بعض البلدان بلاد ما وراء النهر خصوصا كان في اول الدروس يقرؤون علينا فكان الدرس ساعه فكانوا يستكسرون الساعة يقولون يا سيدنا هذه كثيرة اجعلها نصف ساعة نتعب رغم أن القهوة والشراب وكل شيء الشاهد يعني ظلت معهم إلى يعني الحمد لله في هذه الأونة ومن قبل وقبلها بنقرأ في اليوم 12 ساعة من نصف ساعة إلى سنة لدرجة أنهم يقولون يا سيدي زد. يا أبنائي تعود التعود أفضل شيء لضبط أي عادة التعود. يعني كنا نقرأ ساعة يملون لا يستطيعون يعني يا سيدنا يكفي هذا نحن تعبنا نحتاج. الآن 16 ساعة ولو قلت 15 ساعة يزيدون لا يملون. لماذا؟ للتعود. فأنتم طلاب العلم يعني القراءة هي عادة لا تأتي لك دفعة ولا في يوم ولا يوم وليلة. والحفظ عادة أيضا. كان يونس بن يزيد الأيلي هذا تلميذ الزهري يكابد العلم. لا تكابد يا بني العلم فانه كالجبل. اما من بدا بكل طاقته لا يكمل شيئا فشيئا. ان الجبال من الحصن هكذا طبيعه الانسان. اقرا مولا. وبه اليه قال وحدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاويه يعني ابن سلام حا نعم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي اللي هو عبد الملك بن عمرو. اقرا مولاي. قال حدثنا هشام حاء
وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر محمد بن المثنى موسى الزمن وابن ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر العدني محمد بن يحيى ابن ابي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد نعم. قال حدثنا ايوب حاء ايوب هنا استختياني اقرا مولانا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى في ابي كثير عبد الرحمن النحوي طبعا مش قاع في ذلك الحكم يعني كان ولد بعد ثبوته لانه حرره هل هو فعلا يتجه لا يتجه امتلاك العقليه النقديه مهم جدا لطلاب العلم وانا ارى ان عدم القراءه الكثيره من طلاب العلم اصبحت عندنا ظاهريه في التعامل مع نصوص اهل العلم لان ما الذي يدفع عنك الظاهريه القراءه الكثيره وادمان النظر وسؤالات اهل العلم اما انا عندي ما عندي شيء كل ما يلقى لي استاذ شيء اتلقفه ما عندي اي شيء فانا اقول امعان النقد والتعود على النقديه واي شيء استشكله اسال حتى ولو كان الاستاذ ممكن مثلا بعد حتى لو انا احرج من سؤال الاستاذ اكمل 30 40 سؤال بعد انتهاء المحاضرات يا سيدي في 40 سؤال اود ان اسالك فيه. ان كان الاستاذ عنده مشغله يقول لك يا بني القاني في كذا او كذا او ارسل او اعطيني الاسئله وانا ارسلها لك على الواتس يعني في اليه اهم حاجه ان تسال انت. بما نلت العلم يا ابن عباس قال بلسان سؤول وقلب عقول ما احوجني الى هذا طلاب العلم. اقرا يا مولانا. كلهم عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه. نعم. وبه اليه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم الا يدخل على ازواجه شهرا. قال الزهري فاخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليله أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن فقال إن الشهر 29 كما قلنا سابقا يا مشايخ إن يأتي 9 يعني ليس معنى ذلك أنه لا يأتي 30 ولكن لعله من القيد إن وافق هذا الشهر 29 بخلاف غيره أو باعتبار الأغلب كما قال اقرأ المولد وبه إليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ليس سعد إمام أهل مصر توفى سنة 75 ومئة وليس أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به ضيعه طلابه اقرأ المولد وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير طبعا ليس عن أبي الزبير المشايخ منتفي جدا من التدريس تعلمون أن أبا زبير أعني محمد بن مسلم بن تدرس من المدلسين وتدريسه قادح إيه معنى تدريسه قادح؟ يعني من الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة اللي هو ذكرها الشيخ ابن حجر في طبقات المدلسين قسمهم إلى 5 طبقات الأولى ما لا يدلس إلا قليلا نادرا أو كان يدلس عن الثقات كسفيان بن عيينة فهذا وذاك أعني التدليس مقبول أما الثالثة اللي هو مكثر من التدليس وإن كان من الكبار كأبي إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة الطبقة الرابعة هو مكثر خاصة من تدليس التسوية والتجويد كبقية بن الوليد والوليد بن مسلم الطبقة الخامسة من رمي مع التدليس بضعف كابن لهيعة أو باختلاط أو غيره العلماء قالوا بأن الثانية والثالثة والرابعة والخامسة تدليسها قادح يعني لا يقبل إلا بالتصريح بالسماع أو بقراء 10 ذكرتها في مؤلفنا الجديد أعني دراسة الأسانيد وتطبيقاتها العملية 10 قراء خرجنا بها من ليس معنى التصريح فقط يعني شعبة مثلا أو ليس بن سعد هنا دي قرينة حتى ولو بالتدليس لأن ليس بن سعد ذهب إلى أبي الزبير وقال له يا سيدي علم لي دفع له كتابين وقال علم لي ما سمعت من جابر وما لم تسمع قال فعلم له فيعتبر تدليس أو ليس عن أبي الزبير
منتفية من قضية التدليس، واضح يا شيخ؟ أو كان مثلا من رواية شعبة عن شيوخ الثلاث كقتادة والأعمش وأبي إسحاق السمعي. اقرأ مولا. قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه شهرا، فخرج إلينا في 29 فقلنا إنما اليوم 29، فقال إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. وبه إليه قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن شاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول يعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فخرج إلينا صباح 29، فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرات بأصابع يديه كلها، والثالثة 9 منها. وبه إليه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ لا، حلفت يا نبي الله لا تدخل علينا شهرا، مش ألا، لا لا بدون همزة. اقرأ مولا. فقيل له حلفت يا نبي الله لا تدخل علينا شهرا، قال إن الشهر يكون 29 يوما. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هذا ابن رهوية الحنظلي شيخ الأئمة وشيخ البخاري وشيخ الإمام مسلم، ويعتبر يعني من شيوخ الأئمة الستة رضي الله تعالى عنه، المتوفى سنة 39 بعد 200، وهو من المتقنين ومن الفقهاء الكبار. ورد أن الإمام أحمد بن حنبل قال ما عبر إلينا الجسر، معنى الجسر بعد يعني من بلاد ما وراء النهر بعد الأهواز، ما عبر إلينا الجسر أفضل من إسحاق بن رهوية. المقطع الثاني من كلام أحمد وإن كان يخالفنا، ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا، المانع؟ شوف أدب الإمام أحمد، وإن بس يثني عليه موضوعيا، وإن كان يخالفنا ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. اقرأ مولا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة بن العلاء. اقرأ مولا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. في نقطة مسألة النبيل هذه، أنا سمعت في إذاعة القرآن الكريم وبعض أنهم يقولون أن النبيل هذا لقب ليحيى بن يحيى الليثي لما كان مع الإمام مالك، يحيى بن الليثي اللي هو راوية الموطأ مالك، وأتى فيه والإمام مالك قال يعني خرج الطلاب وتركوا الإمام مالك، هكذا الرواية أنا أنقلها الآن، وأن الوحيد الذي بقي هو يحيى بن يحيى، فقال له يا بني لماذا لم تخرج؟ قال يا سيدي أتيت من الأندلس لأنظر إلى مالك وأسمع مالك لا لأرى النبيل، فقال له أنت نبيل. هذه القصة لا تثبت يا مشايخ بوجه. أولا الإمام الزهري الإمام الذهبي ضعفها في السير وقال وبلغنا، يعني هو الإمام يعني لم يعلق عليها، ولكن جمع من أهل العلم ضعفوها. أولا الإمام مالك كان عنده من المهابة والجلالة، كان يهاب مالك الملوك وخليفة المسلمين. هل هذا معقول ان مالك امام دار الهجره والطلاب اتوا اليه اول ما يروا فيه يتركوا الامام مالك بمفرده
ويروي الفيل. يعني هذا لا يعقل كنقد، كنقد متن موجود. طبعا ان طبعا مساله الفيل طبعا كعاده، انا اظن يعني العاده ان هو لا يوجد في المدينه، وقال ما كان في سيرك او حديقه حيوان حتى ياتوا بالفيل من بلاد افريقيا او غيرها. يعني ده امر يعني ممكن لو قلنا في العراق او في بلاد مثلا ممكن تجويز عقل يعني او تجويز وكان، ولكن الراجح يا مشايخ انها قيلت في هذا الرجل لانه سمي النبي الضحاك ابو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل. لماذا يا مشايخ؟ لانه يعني قالوا بنفس هذا كان مع الشيخ ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وانه كان ليس في مجلس علم او كانوا في مكان، ويعني الطلاب يعني شيء مما يستمدح، شيء مما يستظرف الطلاب كانهم يعني ارادوا ان يشاهدوا، فهو ابى وقال يا سيدي انا اتيت رغبه في العلم، فقال لو انت نبي. اما مساله الفيل سواء هنا او هنا انا اجزم بعدم ثبوت هذا سواء كناحية نقديه يعني. فلماذا ننقل اي شيء تجد اجدها في الانترنت بكثره جدا، وبعض الشيوخ يفيدوا لها حلقات ويقول لك فيل والنبيل لماذا؟ وهذه اشياء لم تثبت. ان كنت اردت مثلا العنايه بالعلم عندك الاف الرحلات، ولو ان احدكم قرا صفحات من صبر العلماء لسيدنا الشيخ عبد الفتاح غده رحمه الله عليه وصاحبه لوجد من العجب العجاب او كتب التراجم. فيعني عودوا انفسكم، ونحن في باب السنه باب النقد، ان يكون عندنا جهاز نقدي. نمتلك يا هشام جهاز نقدي، اي شيء نعرضه على كذا، وهل ده واقع وهل كذا، حتى نعمل هذه الملكه لا نهملها. اقرا المولى. قال حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله. نعم. وبه اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الاخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثه اصبعا. يعني 29. اقرا المولى. وبه اليه قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة سعيد بن قدامة. اقرأ المولى. عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة. نعم. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاز. نعم. قال حدثنا عن يا شيخ موسى قهزاز ليس بالذال وليس بالدال بالزائد. نعم اقرا المولى. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال اخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك طبعا المبارك الامام الكبير طبعا امام الزهد والورع المتوفى سنة 81 بعد 100، وهو من الأئمة الكبار ومن يعني العوالي والأسانيد الكبار. وطبعا ابن مبارك مشهور عنه موقف مع عبد الله بن محرر راوي من الرواة، ولكنه يرجح فيه أنه ضعيف جدا. فكان يقول عبد الله بن مبارك لو خيرت بين أن أدخل الجنة وأن ألقى أعني عبد الله بن محرر لاخترت لقاءه ثم أدخل الجنة. يا ربي يا ابن المبارك يا ابن المبارك الجنة فيها ملاعين، يقول لك لا أنا أقاوى أولا ثم أدخل الجنة للسمعة والصيت والسيرة حتى لا نعول نتعلم النقد من ابن المبارك. قال فلما رأيته كان البعر أحب إلي منه، البعر روس البهائم أعزكم الله. فأن ده يعني 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 يكون عندكم معايير للنقد. تخيلوا بين أن يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وأن ألقى هذا الرجل للقيته ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كان البعر أحب إليه منه.
فما أحوج إلى تفعيل قضية النقد، وأن السماع شيء والرؤية والنقد والممارسة التطبيقية شيء آخر، لأن بعض الطلاب قد يعتمدون في كثير من قضاياهم على الشهرة، أو أن فلان ذكره فلان وفلان، وعند المحققة نجد أنه لا شيء، فقد ضيع وقت كثير جدا بسبب الانتساب إلى فلان من أجل الشهرة لعلها مصنعة أو لعل بسبب بعض المواقف، إنما ما عنده شيء من العلم كما صنع ابن المبارك مع عبد الله بن محرر، ورجع فيه أنه ضعيف جدا، لا أقول ضعيف ولا صدوق حتى ولا ثقة، ضعيف جدا. اقرأ مولانا. قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله على نبينا وآله، وكل عام أنتم بخير وإلى الله أقرب وعلى طاعتي أدوم، وبإذن الله تعالى يعني ننتهي من هذا الكتاب في مجلسين أو ثلاثة مجالس على الأكثر، يعني خلال شهر رمضان، ولكن الشيخ موسى يسرع يعني في قراءته، وسع أخ العلم في سلاسة الأكل والمشي والكتابة والقراءة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.